السلام عليكم، مع حضراتكم مهندس سيد عامر. إن شاء الله هنكمل اللي بدأناه في محاضرات كورس هندسة البترول. في الفترة الأخيرة خلصنا الجزء الخاص بالجيولوجيا والجيوفيزيكس وعمليات الإكسبلوريشن، ده كله جزء خاص بجيولوجيا. هنبدأ إن احنا ننتقل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الحفر أو الويل دريلينج، وده تخصص لدرينج انجينير او مهندسين الحفر. لكن احنا هنتكلم في البداية بس عن اساسيات درينج انجينيرينج، بعد كده ان شاء الله هنعمل كورس خاص بكل عمليات الدرينج، كل حاجة سبيسيفيك ان شاء الله نشرحها بالتفصيل. بس احنا دلوقتي بس هنمشي بسرعة على اهم المصطلحات واهم العمليات بتفصيل مش كبير قوي لكن كبيزك انفورميشن. قبل ما ندخل لمرحلة الحفر، عندنا مرحلة مهمة جدا في ناس كتيرة ممكن ما تاخدش بالها منها، وهي عملية الويل بلانينج او عملية التخطيط للحفر. يعني الحفر مش هدخل عليه مباشر كده قبل ما اكون عامل بلانينج لعملية الحفر. طيب، بداية المفروض ان انا اكون عارف ان السايكل بتاعة اي بير، عمر البير، بينقسم الى عدة مراحل اللي احنا بنسميها الويل لايف سايكل او الفريم ورك بتاع البير. بداية انا عندي اي منطقة جديدة بدخل عليها، المفروض ان انا بعمل فيها عمليات الاكسبلوريشن او عمليات ال 3D سايزميك اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت. بعد كده ببدأ اعمل ايفاليويشن او تقييم للطبقات دي عن طريق ويل لوجينج او عمليات جيوفيزيائية معينة. بعد ما عملت اكسبلوريشن وحددت شكل الطبقات وحددت الاماكن اللي ممكن تكون تراب او مصيدة للبترول، هبدأ اعمل او اوصل لقرار ان انا احفر بير اقتصادي في المكان ده. بعد ما بحفر البير هبدأ ان انا اجهز البير للانتاج عن طريق ان انا بحط له سبيشال اكويبمنت بسميها كومبليشن. كومبليشن دي عبارة عن مواسير انتاج معينة فيها تولز بقدر ان انا تسهل لي عمليات الانتاج. بعد ما خلصت تهيئة البير هبدأ ان انا ادخل البير ده على الانتاج بطرق معينة. يعني الطرق بتاعة الانتاج دي بتكون مختلفة، اذا كنت منتج زيت او غاز ده ليه طريقة في الانتاج وده ليه طريقة. في نفس الوقت هل البير ده بينتج ناتشورال فلو او بينتج ارتفيشال ليفت او بينتج بانهانسد ريكفري، كل مصطلح من اللي بنقوله ده ان شاء الله هيكون عليه محاضرة كاملة. بعد ما بدأت عملية الانتاج هوصل لعمليات التريتمنت بقى المختلفة اللي هي سبريشن، ديهايدريشن، ريفايننج، تريتمنت. كل دي عمليات تعتبر مش ميجور بالنسبة لي، لان انا بالنسبة لي حاليا بتكلم في ويل دريلينج، كومبليشن وبرودكشن. طيب، اول حاجة انا لازم اسأل نفسي سؤال مهم جدا، وهو why we drill a well؟ ليه انا اصلا بحفر بير؟ الهدف الرئيسي من حفر البير ممكن ان انا يكون عندي ده بحفر بير عشان ناس بره البترول خالص بيحفروا ابار عشان يوصلوا للجيوثيرمال باور. الجيوثيرمال باور دي بتتلخص في اني عندي طاقة حرارية عالية جدا في باطن الارض زي ما قلنا، بتوصل 500 و1000 و2000 درجة سليزيوس نتيجة الحرارة الموجودة زي ما شفنا تركيب الكرة الارضية والطاقة الحرارية المحبوسة جواها. انا بحفر بير عشان استغل الطاقة الحرارية دي عن طريق ان انا باجي احقن بير، بحقن فيه مية. المية دي بتنزل توصل لدرجة الحرارة العالية اللي احنا شايفينها، تتحول لي ستيم او بخار. البخار ده يطلع بضغط عالي جدا وبحرارة عالية، يدخل على تربينة يبدأ ان هو يدور لي التربينة دي، تمام، عن طريق مبادلات حرارية وعن طريق عمليات خاصة بالميكانيكا والكهرباء اكتر من البترول. لكن في النهاية انا بحفر بير، بس الهدف منه مش انتاج بترول، لكن الهدف منه الحصول على جيوثيرمال باور او طاقة حرارية. طيب، ممكن البير اللي انا بحفره ده يكون الهدف منه ان هو مش برودكشن، لا ده انجكشن. انجكشن يعني ان انا باجي هنا احفر بير جنب بير بينتج، اهو عندي بير بينتج زيت اهو، لكن بينتج بطريقة مساعدة اللي هي السكر لود او البامب اللي انا شايفها دي اسمها البيم بامبينج او السكر لود. البير اللي بينتج لكن الضغط بتاعه مش كافي ان هو يرفع الزيت الموجود في التيوبينج ده يطلعه لحد السيرفس. يعني في زيت موجود هنا لكن الطاقة بتاعته او الضغط بتاعه غير كافي ان هو يطلع لحد السيرفس، ف
بستخدم له بامب زي اللي انا شايفها، والبامب دي برضو بتنتج لكن الانتاج قليل، فببدأ ألجأ لطريقة معينة بنسميها التيرشري ريكفري، تيرشري ريكفري او EOR او الاختصار بتاعها انهانسد اويل ريكفري، اللي هي عملية تحسين انتاج الزيت. الطريقة دي عن طريق ان انا بحفر بير جنبها، البير ده الهدف منه ان انا احقن فيه غاز او مية. طيب ايه اللي هيحصل لما احقن في بير غاز او مية؟ لما احفر لما ابدأ اعمل عملية انجكشن لغاز او مية، المية والغاز دي هتنزل في الطبقة المنتجة تعمل اسواب او كسح للزيت الموجود، وكأنها بتزقه كده ناحية البير التاني عشان انها تطلع لي، فكأني بعمل كسح للزيت الموجود في الطبقة عشان ان هو يطلع لي من بير تاني، او ان انا بحط غاز، الغاز ده بيحصل له اكسبانشن تحت الاكسبانشن، وفي نفس الوقت بيبقى ديسولفد او زائب جوه الزيت، فالذوبانية بتاعته دي بتقلل الهيدروستاتيك هيد او الهيدروستاتيك كولوم بتاع الزيت ده، فيقدر ان هو يطلع لي بسهولة للسطح. طيب ممكن ان انا احفر بير برضو الهدف مش منه انتاج زيت او غاز، لكن بنسميه ريليف ويل. الريليف ويل ده ان انا لو انا عندي بير مثلا في البحر اهو، البير ده حصلت فيه اي مشكلة زي الحادثة اللي حصلت في خليج المكسيك، ان انا عندي بريمة هورايزون، البريمة اللي كانت بتحفر بير هورايزون، والرايزر بتاع البريمة دي اتكسر، فبدأ الانتاج بتاع الزيت والغاز ده يطلع يعمل لي اويل سبيل عالية جدا في البحر. فكان الحل الوحيد ان انا اوصل للبير ده واقفله. انا يعني الناس حاولت بكل الطرق انها توصل للمكان ده وتقفله لكن ما قدرتش، فبدأ ان احنا نفكر في اننا نحفر بير جنبي كده يعني بسيف ديستانس معينة بينه وبين البير ده، واقف ببرليمة واحفر بير وبعدين انزل بزاوية لحد ما الاقي البير التاني وادخل عليه واصب فيه بلاجة اسمنت. تمام. هو ده اللي حصل في حادثة زي خليج المكسيك وزي مثلا حرائق ابار الكويت سنة 92 او في التسعينات. المفروض ان برضو نتيجة ان الكريسماس تري بدأت انها نتيجة الحرب بدأت الكريسماس دي تتكسر، فكان الحل ان انا برضو اقف جنب البير ده ببريمة تانية وابدأ ان انا احفر بير جديد وانزل بانكلينيشن انجل او زاوية ميل معينة، ادخل على البير التاني واصب جواه اسمنت بحيث ان انا اوقف مصدر الهيدروكربون ده ان هو يطلع لي للسطح زي ما انا شايف في الصورتين دول. طيب يبقى اذا الهدف الرئيسي من اي بير زي ما اتكلمنا عن الابار اللي فاتت، انا الهدف الرئيسي بتاعي هنا كمهندس بترول ان انا اوصل لريزرفوار او خزان زيت او غاز. انا عاوز اوصل لهيدروكربون عن طريق ان انا احفر بير. البير ده ممكن يكون فيرتيكال ويل زي اللي انا شايفه اهو، بير ما فيهوش اي زاوية نازل رأسي على طول، او ان انا هحفر بير بزاوية معينة بسميه دايركشنال ويل او بير اتجاهي، هينزل بزاوية معينة عشان ان انا اوصل لخزان في مكان معين. نلاحظ ان البرليمة واقفة في مكان لكن التارجت بتاعها فعلا بيسحب من مكان بعيد جدا. طيب في كمان ان انا ممكن احفر بير هوريزونتال خالص، هوريزونتال يعني مايل بزاوية 180 درجة، يعني زاوية الانكلينيشن انجل بتاعته موازية للطبقة تقريبا. طيب الويل لايف تايم بقى لو جينا نشوف، هلاقي اول حاجة انا عندي اول مرحلة في عمر البير ان انا بعمل سايت بريبريشن او عمليات كونستراكشن بتتم في المنطقة اللي البرليمة هتقف فيها، ان انا بساوي المكان ده بعمل له بيفينج، ببدأ اوصل له طرق واعمل تمهيد للطرق دي، بعد كده بعمل له لو انا المكان ده مثلا في صحراء فبضطر مفيش مية فممكن انا احفر له بير جنبيه عشان ان انا احصل منه على المية. العملية دي بتتم تقريبا ممكن في 18 شهر او ممكن اكتر كمان. طيب بعد ما مهدت المكان وعملت بيفينج وعملت له كونستراكشن، هبدأ ان انا اعمل ليج اب البرليمة، هجيب برليمة اوقفها في المكان ده وابدأ احفر بير من 2 لـ3 اسابيع، ممكن استمر الشهر و2 و3 كمان في الابار الصعبة. بعد كده لو لقيت ان الانتاج ده بتاع البير بدأ يقل، ممكن ان انا اعمل بعض العمليات التحفيزية التي تستخدم في تحفيز البير للانتاج، زي عمليات الهيدروليك فراكينج والاستيميوليشن والاسيدايزينج، وان شاء الله هيكون ليها كورس باذن الله، كورس برضو خاص بالموضوع ده. الموضوع ده ممكن بياخد 5 ايام بالظبط، موضوع ان انا اعمل هيدروليك فراكينج او استيميوليشن او تحفيز للانتاج او اسيدايزينج.
بعد كده خلاص البير بقى جاهز للإنتاج، ممكن البير يعيش من 20 لـ30 لعشر يعني 10 20 30 سنة، وفي آبار أكتر من كده زي عندنا شركة بتروبيلا أبو ماضي، الشركة فيها آبار محفورة من سنة 67 وكانت لسه بتنتج لفترة قريبة جدا. فده بالنسبة لي هو اللايف تايم أو اللايف سايكل بتاعة البير. طيب اهو بسرعة جدا برضو المنطقة، اول حاجة انا عندي منطقة جبت برليمة، قبل البرليمة الاول عملت اكسبلوريشن، عمل لي شكل 3D سايزميك اهو زي اللي انا شايفه ده. بعد كده وقفت البرليمة وعملت ويل كونستراكشن او ان انا حفرت البير وعملت له كومبليشن، وبدأت ان انا اجهزه للانتاج اهو. بدأت ان انا اركب الكريسماس تري الويل هيد بتاع البير، وبدأت ان انا كده البير بقى بالنسبة لي جاهز لعمليات الانتاج. المرحلة قبل الأخيرة هي مرحلة الإنتاج، إن أنا خلاص البير بقى جاهز للإنتاج. أي عملية هتتم مع البير وهو بينتج بسميها الويل انترفينشن، هيكون ليها برضو محاضرة إن شاء الله قريبا. والويل انترفينشن معناها إن أنا دخلت على بير بينتج، يعني خلاص البليمة مشيت البير بقى موجود بينتج معايا، لكن حصل ضرب في الإنتاج، حصل مشكلة في البير، حصل بعض الظروف اللي احتاجت إن أنا أدخل على البير أعمل عملية معينة جوه البير وهو بينتج، فده بسميها الويل انترفينشن. طيب خلاص البير وصلنا لاخر مرحله فيه وهي مرحله الاباندمنت، او ان انا هترك المكان ده لان البير نضب او انتهى. فطبعا هلاحظ كمان ان المكان لازم ان انا ارجعه زي ما استلمته، يعني انا استلمته اخضر اهو، او مكان بيزرع او مكان شكله ليه شكل معين، لازم ان انا ارجعه ديبند على الانفيرومنتال بريكوشنز او الاتفاقيات بتاعتي مع حماية البيئة بتقول ان انا لازم ارجع له المكان زي ما استلمته بالظبط. طيب دي المراحل اللي انا شرحتها بالتفصيل. طيب عملية الويل بلاننج بقى، بقول ان يعتبر اول مراحل عمر البير البترولي بتبدأ بعمليات الاستكشاف الاولى للمنطقة عن طريق المسح السيزيامي او الجيوفيزيائي زي ما اتكلمنا في 3D سايزميك. تليها عمليات تحليل الطبقات وبعض العمليات الجيوفيزيائية اللي بتهدف في النهاية ان انا اخد قرار بحفر البير. طبعا حفر البير ده عملية اقتصادية جدا، الهدف منها اي شركة بترول بتهدف الى انتاج هيدروكربون، نتيجة انها بتصرف فلوس لكن في النهاية عاوزة تاخد عائد للكلام. طيب مهمة مهندس البترول او مهندس الحفر ان هو بيعمل لي بلان ان هو يحفر البير باقل تكاليف وفي اقل وقت وباعلى افشنسي. طيب عشان ان هو يعمل بلاننج لاي بير او يخطط ازاي هيحفر البير ده، لازم يكون عنده سورس لانفورميشن، لازم يعمل داتا اكوزيشن، لازم يجمع بعض الداتا من اماكن مختلفة عشان ان هو يبدأ ان هو يحط بلان او تصور لحفر البير ده. طيب هيجيب الداتا دي منين؟ عندي مصادر المعلومات اللي هو ممكن ياخدها، اول حاجة من 3D seismic map او الخرائط الجيوفيزيائية، ممكن من الاوفست ويل، هنقول يعني اوفست ويل بعد دقايق، عن طريق الاستيميتد فورميشن توبس، عن طريق ان هو عارف العمود الجيولوجي بتاع المنطقة دي من 3D seismic او من ابار قديمة اتحفرت في المكان ده، فبقى عارف تتابع ترسيب طبقات المنطقة، وعارف ان انا لما احفر مثلا على عمق 100 متر هلاقي بداية طبقة ساند مثلا، بعد ما اوصل لعمق 300 متر هوصل لطبقة شيل، بعد ما احفر لعمق 500 متر فهوصل لطبقة لايمستون. تتابع ترسيب الطبقات دي انا عارفها مسبقا، فده هيفيدني جدا في عملية الحفر والتنبؤ بالمشاكل اللي ممكن تواجهني اثناء الحفر. برضو من الجيولوجيكال مابس اللي موجودة زي الايزوباخ ماب وزي الكونتور مابس والخرائط الجيولوجية الطبيعية اللي احنا درسناها. طيب اول حاجة يعني اوفست ويل، الاوفست ويل ده يعتبر اهم داتا بتجيلي عشان اعمل عملية بلانينج. الاوفست ويل ده معناه ان هو بير اتحفر في مكان بدأ يكشف لي الطبقات بتاع المنطقة، يعني مثلا سنة 80 حفرنا بير في المكان ده، كان يعتبر اول بير اتحفر، كان بالنسبة لي ده اكسبلوريشن ويل او اكسبلوراتوري ويل. ده بدأت لما حفرت البير ده ما كانش الهدف الرئيسي منه انتاج زيت او غاز، لكن كان بيكشف لي تتابع ترسيب طبقات المنطقة والتنبؤ بمعظم المخاطر والمشاكل اللي ممكن تحصل لي زي مشاكل الحفر اللي هنتكلم عنها برضو ان شاء الله. فبيدي لي داتا شبه
حقيقية او كاملة عن تتابع الترسيب في المنطقة. غير كده كمان الأوفست ويل ده ان انا عندي بير هنا موجود اهو، لو انا حفرت بعديه مثلا بعشرين كيلو او عشرة كيلو فانا ممكن اتنبأ بشكل الطبقة اللي هتجيلي تقريبا هتكون متماثلة مع الطبقة بتاعت البير الأوفست، يعني انا عندي داتا من الأوفست هتكون تقريبا قريبة من البير اللي انا هحفره. فالأوفست ويل ده يعتبر اقرب بير بالنسبة لي في المنطقة. بعمل عملية كوروليشن او عملية تظبيط للطبقات، اشوف الطبقة طالعة وبعدين نزلت وبعدين طلعت، تتابع ترسيب الطبقات، فبالتالي اتنبأ بالطب بتاع الفورميشن او بداية الطبقة دي بتترسب امتى. فكلمة اوفست ويل دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي عشان انا اعمل ويل بلانينج. اهو ده شكل حقيقي من شركة بتروشاهد، البير في شركة بتروشاهد. الابار المحفورة اهي، على سبيل المثال لو انا بحفر هشتغل على بير اللي هو شهد اس اي 2 ده، فانا بشوف اقرب بيرين بالنسبة له اللي هو زبيدة 1 وساوث تيبا 1A. البيرين دول هما بيعتبروا لي اوفست ويل للبير الجديد، يعني ده اوفست ويل واوفست ويل، ببص عليهم وابص على الداتا بتاعتهم وابص على برنامج الحفر بتاعهم والمشاكل اللي واجهتهم، وابدا اعمل كورليشن للطبقات، يعني اخد الطبقه دي واحاول ان انا اشوف الطبقه بتميل بكام بزاويه قد ايه، يبقى لما توصل مسافه معينه ممكن العمق بتاعها يكون نزل لقد ايه، واخد داتا للمكان ده. كمان من خلال الاوفست ويل ده هقدر ان انا اعمل استيميشن للفورميشن توبس، ان انا عندي من مثلا من سطح الارض اهو لحد 1000 متر او 1000 قدم، فانا بتكلم في طبقه لايم ستون، الطبقه دي مثلا بسميها مارماريكا، ده العمود الجيولوجي بتاع منطقه الصحراء الغربيه، طيب او است قطره، شرق منخفض القطاره. بعد كده في طبقه اسمها مهره، في طبقه اسمها ضبعه، في طبقه اسمها ابولونيا، في طبقه اسمها خومن، في طبقه اسمها ابرواش A و B و C و D و E و G. الطبقات دي للناس اللي بتحفر في منطقة الصحراء الغربية المفروض انهم حافظينها وعارفين انهي في الطبقات دي تنفع انها تكون سورس روك، وانهي تنفع ريزرفوار روك، وانهي تنفع كاب روك. فمثلا طبقة بحرية دي ممكن انها فيها اماكن تنفع ريزرفوار وفيها اماكن تنفع كاب روك. منطقة خريطة او عند دبس 8000 قدم ببدأ ان انا عارف ان المنطقة دي احتمال جدا انها تظهر فيها الاويل شو او دلالات الزيت والغاز، ان انا يطلع لي في الكاتنج او في نواتج الحفر اللي بتطلع لي زيت او غاز، فانا بكون حذر جدا في المكان ده وبيبقى له سبيشال بريكوشنز شويه في عمليات الحفر. عندي مثلا طبقه ضبعه تاني، في طبقه اسمها علمين، في طبقه اسمها ايد، في طبقه اسمها مساجد، زيتون. المهم ان دي كلها طبقات ليها تتابع ترسيب، انا لما اعرفها هبقى عارف مثلا ان الصخر ده لايمستون. لايمستون ده معناه ان هو بتحفر بسائل حفر معين، بستخدم له كيميكالز معينه، بستخدم له دريلنج بارامتر زي ويت وبيت زي ريت اوف بنتريشن. كل نوع صخر ليه داتا معينه للحفر. طيب عن طريق 3 دي سايزميك كمان، دي كلها مصادر معلومات بتدي لي معلومات او ايحاءات البير اللي انا هحفره ده هيكون شكل الداتا بتاعته ايه. فانا برضو عن طريق ده شكل 3 دي سايزميك ل بير في شركة بتروشاهد اللي هو اس اي 2. احنا لو بصينا من شوية على الاوفست ويل بتاعه اللي هو كان بيرين اللي هما زبيدة وفي بير تاني، فانا عندي ده شكل الجيولوجيكال ستراكشر او 3 دي سايزميك بتاع المنطقة. هلاقي شكل الفراكشرز الموجودة او الكسور الموجودة في الطبقة، دي تعتبر انها تراب كويس جدا، فهو خلاص اختار مكان معين اهو، المكان ده اللي هو هيحفر فيه بير. اختاروا ديبند على شكل الفورميشن في المكان ده وشكل الاوفست ويل القريب منه، فهو بدا يختار ان هو عاوز ينزل يحفر في الطبقه دي في المكان ده لانه بيتوقع بنسبه كبيره ان هو ممكن يكون خزان او تراب. طيب الجيولوجيكال مابس اللي هي الخرائط الجيولوجيه، لو احنا كده افتكرنا شكل الكونتور مابس اهو، بتحدد لي شكل الطبقه تحت الارتفاع والانخفاض بتاعها عامل ازاي. طيب انا كده عندي حاجتين، عندي اول حاجه الدريلنج بروبوزل والدريلنج بروجرام. الدريلنج بروبوزل ده اللي بيعمله الجيولوجيست الجيولوجي مع الريزرفوار انجينير، ده بيعمل لي مجرد اقتراح بروبوزل للدريلنج بروجرام، يعني بيقول لي المكان، والله عندي المكان ده العمود الجيولوجي بتاعه انا متوقع ان هو هيكون 1 2 3،
الثري دي سايزميك داتا اللي جات لي بتقول ان المكان انسب مكان او انسب لوكيشن انت تحفر فيه في المكان ده، لانك هتدخل فيه تراب نوعه انتكلاين او سينكلاين او فراكشر زي ما اتكلمنا في الريزرفوار ترابس، فبيديني بروبوزال ل درينج بروبوزال. طيب بعد ما ادالي الكلام ده هيجي دور الدرينج انجينير. الدرينج انجينير هيبدا ياخد الدرينج بروبوزال من الجيولوجيست ومن الريزرفوار انجينير، ويبدا ان هو يعمل لي برنامج حفر كامل للداتا اللي جات له دي. يعني انا جالي عمود جيولوجي للمكان، عرفت انواع الصخور، عرفت الفورميشن بريشر والضغوط اللي ممكن تكون في المكان ده نتيجه ان انا عندي داتا قديمه اصلا لاوفست ويل، فهبدا ان انا اعمل برنامج لحفر بير جديد. البرنامج ده اول حاجه فيه هكون عامل داتا للتايب اوف درينج ريج، انا محتاج بريمه شكلها ايه، محتاج ان اللوكيشن بتاعتي تكون فين وشكلها ايه والتمهيدات بتاعتها فيها ايه وايه الفاسيلتيز اللي موجود فيها. هبدا اتوقع الهول سايز بتاعتي او الدايمتر بتاع البير ده هتكون قد ايه، وعمق الخزان البير ده ممكن يكون قد ايه، برضو ديبند على الداتا اللي جات لي. الكيسنج سايز والديبس بتاعه، الدرينج فلويد سبيسيفيكيشن، الدايركشنال دريلينج انفورميشن، كل نوع من الحاجات دي ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل في كورس الحفر. الويل كنترول اكويبمنت دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، محتاج بس ادي هنت صغير عليها. الويل كنترول ده معناه ان انا عندي البيل ده لما بتحفر، طبعا انت متخيل لو انت عندك انبوبه غاز صغيره، الانبوبه دي مجرد ما انت تتخيل ان انت جبت شنيور وحاولت ان انت تحفر فيها او تعمل فيها ثقب كده، اللي هيحصل ان طبعا هيحصل انفجار شديد جدا نتيجه ان كل جزيئات الغاز المحبوسه جوه الانبوبه دي قرر ان هو يطلع من منطقه الضغط المنخفض اللي انت فتحتها له. الخرم اللي اتفتح ده كل جزيئات الغاز عاوزه تطلع منه، فهتسبب كاتاستروفيك اكشن او هيحصل كارثه كبيره. فلينا بقى نتخيل ان انا عندي بير خزان كبير، خزان مساحته كذا ايكر يعني، فكم فدان المساحات في الحفر بناخدها بالايكر، فانا عندي خزان مساحته كبيره جدا. انت نزلت ببرليمه وحفرت فيه، مجرد ما هتعمل الحفره دي هتبدا كل الهيدروكربون او الفلويدز اللي موجوده جوه الريزرفوار دي هتحاول انها تخرج من المكان اللي فيه الدقاق او فيه البرليمه، فطبعا هتطلع لي على السيرفس بضغط عالي جدا. فتخيل ان الانبوبه لما يبقى ضغطها 5 بار 10 بار وتعمل لي الضغط الفظيع ده، فانت متخيل لما يبقى خزان ضغطه 200 300 400 بار ويطلع لي يعني الفلويد دي تطلع لي بالضغط ده وبالقوه دي، فاكيد هتعمل كوارث كبيره جدا. فانا محتاج ان انا يكون عندي اكويبمنت معينه بتعمل لي كنترول على الخطر ده. طيب عندي كمان في الدرينج بروجرام مهندس الحفر بيعمل لي بيت اند هيدروليك بروجرام، المعده اللي هتستخدم في انها تعمل نحت او تكسر في الصخور دي اللي هي هتبقى مقدمه البريمه او الدريل سترينج، فدي لازم انها تكون لها بروجرام معتمد على صلابه الصخور، على سرعه الحفر، على يعني داتا كتير برضو ان شاء الله في كلام بالتفصيل عنه. طيب كده الدرينج بروجرام بقى جاهز، بقى فيه الويل ديبس وفي اللوكيشن، في اذا كان البير ده هيتحفر في لاند ولا في اوفشور، ولو في اوفشور يبقى لازم اعرف الووتر ديبس قد ايه، عارف الجيولوجيا بتاعه المنطقه، عارف الليسولوجي او الفورميشن او الطبيعه الصخريه، عارف الاستراكشر فيتشرز وعاء اذا كان فولد او انتكلاين او سولت دوم او الكلام ده، عارف كمان الهازارد الموجوده، عارف الاستابيليتي بتاعه الطبقات، في طبقات كومباكتد او طبقات صلبه مش هتعمل لي كيفنج هولز او انها هتهيل جوه البير تاني فهتعمل لي مشاكل، لا انا هحفر وان شاء الله عارف الداتا بتاعتي هتكون ازاي، عارف الفورميشن بريشر، عارف الفراكشر جريدينت، عارف الداون هول اكويبمنت او تارجت اللي هو الدبس بتاعي، عارف الفيرتيكال دايركشنال اذا كان البير ده فيرتيكال ولا دايركشنال، عارف نوع البير ده زي ما قلنا اذا كان جيوثيرمال، اذا كان الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه، هل البيل ده اكسبلوريشن ولا ديلاينيشن ولا ابريزل، هفهمكم يعني الكلام ده حالا. فكل دي داتا بتكون موجوده في الدرينج بروجرام. طيب اول حاجه الويل لوكيشن، الويل لوكيشن ده انا ممكن البير اللي انا هحفره ده ممكن يكون في منطقه بلينز، بلينز يعني منطقه سهليه منخفضه مستويه، ممكن يكون في فورست،
في غابة، ممكن يكون في سوامب مستنقع، ممكن يكون في سيتي في وسط قرية أو مدينة. فاللوكيشن يعني ملهاش تحديد معين. أنا بالنسبة لي ممكن إن أنا أتفادى المكان ده خالص بإني أعمل دايركشنال دريلينج أو حفر اتجاهي، إن أنا هقف في مكان والتارجت بتاعي في مكان تاني خالص. لكن عموما أنا ممكن أحفر فعلا في سيتي أو في قرية، ممكن أحفر في جانجل غابة، ممكن في كوستال ووترز، ممكن في اوفشور في بحر، ممكن في ايس ايلاند في منطقة ثلجية. فإذا المكان مش هيحدد لي حاجة خالص. طيب محتاج كمان ان انا اعرف التايب اوف ويل. التايب اوف ويل ده معناه اول حاجة انا عندي اول نوع، ده حاجات مهمة جدا بقى هنركز عليها شوية، وهي مثلا ان انا عندي اكسبلوراتوري ويل او بنسميه الوايلد كات، اللي هو القطة المتوحشة. قطة متوحشة ده معناه ان انا عندي بير، البير ده يعتبر اول منطقة جديدة انا دخلتها وهحفر اول بير فيها، ما عنديش اي داتا، ما عنديش اوفست ويل، فما عنديش معلومات كافية عن المنطقة دي، لكن انا هحفر وهجرب. يعني مش هجرب، انا يعني هحفر فيها بس بحذر شديد جدا، بمخاطر عالية جدا. ما عنديش داتا كافية عن الضغوط بتاع المنطقة، ولا تتابع ترسيب الطبقات، ولا الدبس بتاعي هيكون قد ايه، ما عنديش اي داتا. فبالتالي ده اسمه وايلد كات، قطة متوحشة مخاطره عالية جدا. غالبا الكوارث بتاعته لا قدر الله بتكون حاجات شديدة جدا، لكن انا الهدف الرئيسي منه ان انا مش هجيب هيدروكربون قوي قد ما اجيب داتا للمنطقة. انا داخل منطقة جديدة عاوز احفر كذا بير، فاحفر بير اولاني ده بيبقى مخاطره عالية جدا، بعد كده احفر بير تاني جنبيه فالريسك بتاعه هيقل اكتر لاني عرفت فعلا شكل الطبقات دي عامل ازاي. طيب يبقى اي ريزرفوار جديد بحفر فيه اكسبلوراتوري ويل، بيكون بير واحد تقريبا هو اللي بيديني داتا لكل الابار اللي جاي. بعد كده في عندي ابريزال ويل. الابريزال ويل ده بيبقى تاني بير بعد الاكسبلوراتوري، بيبقى الهدف الرئيسي منه ان هو يديني شوية داتا بقى عن الريزرفوار تحت، بيحدد لي مثلا السطح الفاصل ما بين الووتر والاويل، حاجة مهمة جدا لازم اكون عارفها وان شاء الله هنعرف ليه. برضو السطح الفاصل ما بين الغاز والمية او ما بين الغاز والزيت، يعني بيحدد لي من الاخر شكل الخزان تحت، تتابع تكون المية والزيت والغاز فيه عامل ازاي. وممكن كمان من خلال البيت ده احدد الهيدروكربون فوليوم او نسبة الزيت، كمية الغاز والزيت الاقتصادية الموجودة في الريزرفوار ده. طيب بعد ما حفرت الاكسبلوريشن ويل والابريزال ويل، ممكن ان انا بقى ازود عدد الابار الموجودة في المنطقة عن طريق ان انا اسرع عملية الانتاج اكتر واكتر، فابدأ احفر ديفلوبمنت ويل. الديفلوبمنت ويل ده نفترض ان انا عندي خزان الريزيرف بتاعه او الاحتياط اللي فيه 100 مليار ادم غاز، تمام. ال 100 مليار ادم غاز دول انا حافر بير، البير مثلا كباس بتاعته بيطلع 25 مليون 30 مليون، فانا محتاج ان انا ازود الانتاج من الخزان ده بحيث ان انا يعني اطلع اكبر كمية في اقل وقت، مع الحفاظ طبعا على كل البرامتر بتاع الخزان. فممكن ان انا اعمل اكتر من بير، زي مثلا حقل غوار في السعودية حفرين الاف الابار، تمام. هو ريزرفوار واحد تحت الارض، انا محتاج ان انا احفر اكتر من ديفلوبمنت ويل عشان يزود لي او يسرع لي عملية الانتاج شوية، فابدأ احفر كذا ديفلوبمنت ويل. كل بير بيحفر بكباستي معينة او بفلوريت معين، الفلوريت ده بيخليني انتج اكبر كمية غاز او زيت في اقل وقت ممكن. طيب بعد كده عندي الانفيل ويل زي الديفلوبمنت بالظبط. بعد كده عندي الري انتري ويل. ايه الري انتري ويل ده؟ الري انتري ويل ده معناه ان انا عندي بير حفرته مثلا سنة 80، لما حفرت سنة 80 التكنولوجيا اللي كانت موجودة في الوقت ده ما مكنتنيش ان انا اكمل الحفر بطريقة معينة، او حصل لي مشكلة وانا بحفر البير، فاضطريت ان انا اسيب البير ده واقفله، خلاص عملت شوت داون للبير او كلوز ان للبير وسبته ومشيت. وبعد فترة معينة اكتشفت ان اسعار الزيت بدأت تزيد، فبدأت اقلب في دفاتري القديمة، افتكرت ان انا عندي بير مثلا كنت حفره سنة 80 وما كملتش الحفر بتاعه، واضطريت ان انا اقفله لاي سبب معين، سبب اقتصادي، سبب اي حاجة، اسعار الزيت قلت في الوقت ده، فلقيت ان تكلفته الاقتصادية في الحفر مش هتبقى مجدية اقتصاديا.
فسبت البيل ده وقررت ان انا اسيبه وامشي. بعدين خلاص التكنولوجيا بقت كويسة، الاسعار زادت، فخلاص هفتح البيل ده تاني. فانا بعمل لي انتري على البيل ان انا هدخل على البيل تاني، اعمل عملية معينة زي سايد تراك ان انا انزل احفر فيه بزاوية معينة، او ازود العمق بتاعه شوية، او اعمل اي عملية جديدة على البيل بحيث ان انا اخلي البيل ده ينتج، ازود العمق بتاعه شوية. ناس تانية جنبي حفرت لقيت زيت، فانا قلت خلاص هحفر اكمل في البيل ده شوية يمكن الاقي، ادخل بزاوية تانية اخلي البيل ده ينتج مية. المهم ان انا عملت ري انتري على البيل. ممكن احفر بيل ليجيو سيرمال ويل زي ما قلنا، الابار اللي هي بتطلع بخار، بنزل لها مية تطلع بخار. طيب ده اللي فات، ده كان انواع البيل بالنسبة للحفر. طيب انواع البيل بالنسبة للانتاج، ده مهم جدا ان انا اكون عارفه قبل ما احفر البيل. انا بحفر البيل ده عشان هو يكون اويل ويل، هيبقى بيل بينتج اويل او بنسميه اويل بروديوسر، او ممكن يكون جاز ويل اللي هو اسمه جاز بروديوسر، بيل هينتج غاز بس او زيت بس. ووتر انجكشن ويل، بيل هحقن فيه مية او غاز. جاز انجكشن ويل برضو هحقن فيه غاز عشان يعمل اسواب او كسح للزيت ويطلعهولي نتيجة ان ضغط الزيت قليل. ممكن البيل ده نسميه ناتشورال فلو بروديوسينج ويل. ناتشورال فلو ده غالبا بيبقى في ابار الغاز، ابار الغاز بتنتج انتاج طبيعي، ابار الزيت بتنتج انتاج طبيعي ناتشورال فلو لحد فترة معينة، بعد كده الضغط بتاعها بيبدأ يقل، فبتبدأ تحتاج وسيلة رفع صناعية او مساعدة بنسميها الارتفيشال ليفت، برضه هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل. الخمس انواع بتوع الارتفيشال ليفت. بعد شوية الارتفيشال ليفت كمان ما بتبقاش مجدية، فببدأ ان انا ادخل للتيرشري ريكفري او المرحلة التالتة في عملية الريكفري بتاع الزيت والغاز، وهي مرحلة الانهانسد اويل ريكفري او تحسين الانتاج. البيل ده ممكن كمان ان هو يكون جاز ليفت ويل. جاز ليفت ده ان انا بحقن غاز في البيل، الغاز ده لما بينزل تحت بيدوب جوه الزيت فبيخففه، فبيخفف الهيدروستاتيك كولوم او الهيدروستاتيك هيد على البيل، فيبدا ان البيل الغاز ده يبدا ان هو يعمل كارينج للزيت ويطلعه لي على السيرفيس. ممكن البيل ده يكون اي اس بي ويل. الاي اس بي ويل ده برضه ان انا بستخدم بامب، البامب دي ضغط البيل ما عادش كافي ان هو يطلع لي الزيت لحد السطح، فبرضه بستخدم الاي اس بي بامب او الالكتريكال سبميرسبل بامب. بامب غطسه موجودة تحت قدام البرفوريشن او قدام الطبقة المنتجة، مجرد انها تسحب الزيت من الخزان وترفعه لي على سطح الارض. ممكن ان انا استخدم البيم بامب ويل لو كان البيل ده بيم بامب اللي هو السكر لود بامب، عارفين احنا السكر لود اللي بتبقى موجودة على الكريسماس دي. ممكن يكون جيت بامب ويل، هنشرح الكلام ده باذن الله في الوقت الجاي. طيب وصلنا ان انا خلصت الدريلينج بروجرام، لكن هوصل بقى للدريلينج تيم. الدريلينج تيم دول هم الناس المسؤولة عن اتمام عملية الحفر. اول حاجة انا عندي حاجتين اساسيين في الدريلينج تيم، عندي الاونر كومباني وعندي الكونتراكتور. الاونر كومباني دي هي الشركة، الاونر كومباني هي الشركة اللي اشترت امتياز حق الحفر من الهيئة العامة للبترول. الهيئة العامة عملت مناقصة، يا جماعة انا عندي كذا مكان في مصر السنة دي او في اي مكان، ولو في شركات عاوزة تيجي تحفر فهتيجي تشتري حق امتياز المنطقة دي بنسميها الليس اونر. خلاص اشترت المكان ده، بدأت تجيب شركة تعمل لها 3D سايزميك، عملت لها مسح جيوفيزيائي، بعد كده قررت انها تحفر بيل في المكان ده. اذا هي صاحبة البيل، هي اللي هتصرف عليه. طيب الشركات دي موجودة عندي في مصر، زي مثلا الاول هما نوعين، في منها جزء بيبقى ناشونال كومباني، شركات تابعة للهيئة العامة للبترول، وشركات تانية تابعة لشريك اجنبي. يعني اي شركة في مصر غالبا بتبقى شريك اجنبي مع شريك مصري. الشريك المصري بيتمثل مثلا في ناشونال كومباني زي جلف اوف سويس، شركة خليج السويس، شركة خلدة للبترول، شركة قارون، شركة السويس للزيت، شركة العالمين، شركة جنوب الضبعة. كل دي شركات اونر. اونر يعني صاحبة البيل، هي اللي هتصرف. طيب بيبقى معاها شريك اجنبي غالبا زي البي بي البريتش بتروليوم، زي اباتشي، زي ار دبليو اي، زي دانا بتروليوم، زي دانا جاز، دي كلها شركاء اجانب بس دول اونر او اصحاب للبيل. طيب صاحب البيل ده
او الشركه الاونر ليه ما تقدرش انها تحفر البير لوحدها، محتاجه بريمه. طيب هي بدل ما تشتري بريمه فهي ممكن انها تجيب شركه عندها بريمه، الشركه دي بتاجر البريمه بتاعتها بالكرو بتاعها يحفر لي بير. انا اونر خلاص عندي حته ارض عاوز احفر فيها بير، فهجيب شركه اسمها دريلينج كونتراكتور او شركه كونتراكتور هتحفر لي بير. طيب عندي البريمه بتاعت شركه الكونتراكتور دي حاجه من اتنين، لا اما لاند ريج هتحفر فيه على الارض او في الصحراء، لا اما هتحفر لي في الاوفشور. طيب الشركات دي في مصر زي شركه ويذرفورد دريلينج انترناشونال، دي شركه عندها براغيم بريم لاند، او شركه الاي دي سي اللي هي الشركه الايجيبشن دريلينج كومباني الشركه المصريه للحفارات، او شركه الاي سي دي سي اللي هي الشركه المصريه اللي هي الايجيبشن تشاينيز دريلينج كومباني الشركه المصريه الصينيه للحفارات. طيب دول شركات عندهم بريمه بتاجرها بالكرو بتاعها تيجي تحفر لي البير وتمشي. طيب اوف شور زي شركه اديس وزي شركه جالف دريلينج وشركه ساكسون وشركه ترانس اوشن، دي كلها شركات، وطبعا في بيرسيشن دريلينج وفي سنتافي، كل دي شركات اوف شور عندهم براريم موجوده في مصر بتاجرها وتبدا انها تحفر. تمام، يا ريت نبقى عارفين بعض اسامي الشركات دي لانها حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. طيب كده انا برضو هحتاج بعض شركات السيرفيس هتقدم خدمات بسيطه غير البريمه. يعني انا الاونر خلاص جبت شركه دلين كونتراكتور عندها البريمه، البريمه مش كافيه ان انا احفر بير، فبحتاج بعض الوسائل المساعده التانية او عمليات سيرفيس كده، فببدا ان انا اجر شركات سيرفيس تقوم لي بالجوبات دي زي جوبات اللوجينج زي جوبات الواير لاين زي جوبات الام دبليو دي والال دبليو دي، وهنفهم الكلام ده يعني. برضو الشركات اللي بتعمل لي سيرفيس كومبانيز دي زي هاليبرتون شلمبرجير بيكر هيوز بي جي بترو سيرفيس سميث. طبعا عندنا شركات اربع شركات عظام معروفين في العالم كله في السيرفيس كسيرفيس اوبريشن، هما بنسميهم الاربعه العظام هاليبرتون شلمبرجير ويذرفورد اند بيكر هيوز، دول اعظم اربع شركات في العالم في عمليات السيرفيس. شركه ويل سميث او جولد سميث، جولد سميث دي شركه خاصه بالدقائق برضه بتعمل لي عمليات. في شركات مثلا زي باس فايندر، باس فايندر دي المفروض انها شغاله في الام دبليو دي والال دبليو دي. طيب في بعض السبلاي كومبانيز بقى دي زي الكاترينج والخدمات والنظافه والكلام ده، في كامب وناس عايشه فمحتاجين نظافه ومحتاجين ممكن شركة المراكب عندها مراكب توصلني في البحر، فدي كلها بالنسبة لي سبلاي كومبانيز. طيب الدريلينج لوكيشن بالنسبة لي قلنا انها حاجة من اتنين، لإما انها دريلينج في اونشور على اللاند هحفر على الارض او في الصحراء، واما ان انا هحفر في اوفشور، اوفشور ان انا هحفر في البحر. طيب زي ما انا شايف حفر اوفشور اهو وحفر اونشور، تمام. طيب على اللاند وفي البحر، انا هيبقى كلامي الاساسي عن الانشور دريلينج، وهو تقريبا اللي هيبقى بيتعمل فيه الانشور دريلينج هو اللي بيتعمل في الاوفشور كاوبريشن حفر. يعني الاختلاف الوحيد اللي هيبقى ما بين الاوفشور والانشور هو شكل البريمه وانواعها، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في كورس الحفر بالتفصيل. طيب السيكونس بتاع الاوبريشن كلها واحد ما عدا بعض الحاجات اللي مش رئيسيه قوي ما بين الاوفشور والانشور. تمام، طيب اول حاجه انا لازم ان انا اعمل ليك سيليكشن، وده بيكون موجود في الدرينج بروجرام. ده بيعتمد اذا كنت هستخدم، لو انا في منطقه صحراء او منطقه جبليه فانا ممكن استخدم الدرينج ريج، لو في منطقه مستنقعات ومنطقه فيها ميه بس بس عمق الميه قليل فممكن استخدم البارج او السوام بارج. ممكن لو عمق الميه مش كبير او هحفر في البحر وعمق الميه مش هيزيد عن 300 متر فممكن استخدم السيمي سبميرسيبل ريج. في الالترا ديب ووتر بقى في المياه العميقه جدا اللي هي ممكن توصل ل 4 كيلو متر زي حقل ظهري كده، ممكن ان انا استخدم الدريل شيب او استخدم الجاكب او استخدم المونوهال، وهنشرح انواع البراريم بالتفصيل ان شاء الله. لكن اللي يهمني حاليا ان انا عندي نوعين من البراريم، اول حاجه اللاند ريج وعندي الاوفشور ريج، حفر في الصحراء او حفر في اللاند وحفر في الاوفشور. طيب زي ما انا شايف برضو هو ديبند على طبيعة عمق المية، هلاقي عند اللاند ريج اهي دي ما بتحفرش في مية خالص، دي على اليابسة.
عندي البارج او الدرينج بارج او السوام بتحفر اهي في عمق ميه قليل جدا. في عندي الجاك اب بيحفر في عمق ميه لحد 500 فيت. عندي لحد 10,000 فيت ممكن استخدم السيمي سبميرسيبل. واخيرا في الالترا ديب ووتر بقى العمقها بيزيد عن 12,000 قدم ممكن ان انا استخدم الدريل شيب. كلامنا هيكون على اللاند ريج. اللاند ريج لها تقسيمات. في يقول لي بريمه لايت، لايت يعني بريمه خفيفه بتحفر من 1000 ل 1500 قدم، دي غالبا بنستخدمها في حفر ابار الميه لان الاعماق بتاعتها ما بتكونش كبيره، او بنستخدمها في الورك اوفر او عمليات العمليات اللي بتتم على البير وهو بينتج سهله وبتتنقل، بتبقى تقريبا كمان متشاله على عربيه كده او تراك شايلاها، وبتكون سهله جدا في عمليات الترانسبورتيشن والريج اب والكلام ده. طيب في ميديوم ريج، دي بتحفر من 1200 ل 3000 قدم 3000 متر سوري. في براريم تانية بتحفر اللي هي هيفي، وفي عند الالترا هيفي ديبند على الدبس اللي هتقدر تحفره، وساعات بنقسمها ديبند على الهورس باور بتاعها، بنقول ان في برليمة عندي 2000 هورس باور، في برليمة 1500 هورس باور، في 2000 هورس باور whatever. لكن تقريبا الالترا بتوصل ل 3000 هورس باور، ده بتبقى الالترا ريج. طيب احنا هنتكلم على الروتري دريلينج، ده اخر الانواع اللي بتستخدم في عمليات الحفر. هو استخدام دقاق بيدور حركة دورانية، بيبدأ ان هو يعمل اروجن او نحت في الارض فيبدأ ان هو يحفر. طيب اي برليمة شغالة بروتري دريلينج فيها 5 سيستم اساسيين هنتكلم عنهم ان شاء الله برضو بالتفصيل في اللقاء اللي جاي اللي هو الدريلينج كورس ان شاء الله هيكون بعد فترة يعني. فيها الباور سيستم، النظام اللي هيعمل لي هيولد لي كهرباء اللي هي الجنريتور اللي هيديني كهرباء للبريمة. الهويستنج سيستم ده نظام التعليق او نظام الرفع والانخفاض، ازاي بنزل واطلع بالبريمة. عندي نظام السيركوليشن سيستم، ده ان انا بدفع طفلة جوه البير، الطفلة دي ليها فانكشنز كتيرة برضو هنتكلم عنها ان شاء الله. الروتري سيستم، نظام الدوران، الحركة الدورانية دي هوصل لها ازاي وانواعها ايه. الويل كنترول ايكويبمنت زي ما قلنا، موضوع ان انا عندي ضغط عالي تحت في البير، فلو وصلت للطبقة المنتجة دي والغاز والزيت ده طلع عليا بالضغط ده فاكيد هيعمل مشكلة، فلازم ان انا اعمل عليه كنترول. ده شكل الدريلينج ريج، هو الروتري دريلينج. طيب اول حاجة خلاص انا عملت الدريلينج بروجرام، بدأت ان انا اجهز المنطقة، هبدأ ان انا اجهز المنطقة عشان استقبل البرليمة. عشان انا اجهز المنطقة دي لازم اول حاجة هحفر ريزيرف بيت. الريزيرف بيت دي هحفرها، بتبقى عمقها مثلا مترين ولا حاجة، في مثلا في مساحة 40 متر ولا 50 متر في 50 متر. في بعض الاماكن بضطر ان انا اعملها جدران خرسانة، خاصة لو انا بزرع في منطقة زراعية او حاجة، فبقى اعمل لها قواعد خرسانة واعمل لها حيطان خرسانة بحيث ان ما يحصلش تسريب منها. لو انا في صحراء ممكن ان استخدم حاجة زي مشمعات بلاستيك كده احطها تحت بحيث ان الارض ما تشربش الطفلة دي لانها خطيرة جدا. المكان ده الهدف منه ان انا هرمي فيه كاتنج او بقايا الصخور اللي طلعت لي من البير، لما هحفر بير هيطلع لي فتات صخور، فتات الصخور دي عشان اتخلص منها فهرميها في الريزيرف بيت دي. تمام. طيب تاني حاجة هبدأ ان انا اعمل ديجنج او حفر للسيلر. السيلر ده عبارة عن حاجة زي غرفة زي اللي احنا شايفينها كده باربع جوانب، هبدأ ابطنها بخرسانة عمقها تقريبا 2 متر او 3 متر بالكتير. هبدأ ان انا ابطنها بالخرسانة المسلحة واجهزها ان البرليمة هتكون واقفة فوق، يعني ده كده، ده اسمه كوندكتور. الكوندكتور ده عبارة عن ماسورة 30 بوصة او 36 بوصة، بعمل لها هامرينج او ادقها في الطبقة، ابدأ ادقها كده اجيب لها حاجة زي هامر. الهامر ده يبدأ ان هو يدق البايب دي في الارض لحد عمق لحد ما بوصل لحاجة اسمها ريفيوزابل بوينت او نقطة ما عادش قادر ان انا ادق، كل ما ادق خلاص وصلت لاقصى نقطة ممكن ان الكوندكتور بايب دي تنزل في الارض. تمام.
يبقى كده خلاص وصلت ان انا بعمل هامرنج للكوندكتور لحد ما وصلنا للريفيوزابل بوينت او ريفيوزابل بوينت. القطر بتاع الكوندكتور ده هو اللي بيحدد لي الهول بعد كده هتكون عمقها قد ايه وشكلها قد ايه. كل ما ببدا طبعا بديامتر اكبر كل ما بوصل بقدر ان انا اوصل للفورميشن بتاعتي ب وانا الهول سايز بتاعتي لسه كويسه او لسه واسعه، لكن مشكلتها كلها ان تكلفه اقتصاديه هتكون اكبر. فخلاص بنوصل مثلا تقريبا ل 100 ادم 150 ادم وخلاص بوصل للريفيوزال بوينت. طيب هوصل لمرحله الريج اب. الريج اب ان انا هبدا ان انا انقل البريمه من المكان اللي كانت فيه اخر بير حفرته، هبدا ان انا انقل البريمه دي، ابدا اكسرها، اعمل ريج داون البريمه وابدا ان انا احطها على تراكات وابدا ان انا اعمل لها ريج موف او انقلها زي ما انا شايف. انقل البريمه طبعا معده ضخمه جدا، ابدا انقلها للوكيشن الجديده زي ما انا شايف بنقل الماست اهو. انا معايا فيديو بس صغير ممكن ان احنا نشوفه خاص بالموضوع ده. ده بينقل برليمة خاصة بشركة الشركة العربية للحفر اهو. عمل بيفنج المنطقة زي ما احنا شايفين، حفر السيلر. بعد ما حفر السيلر بدأ ان هو يجيب السبيز بتاع البرليمة، بدأ يجيبه اهو حطه على فوق اهو فوق البير على طول. Make sure it is aligned to the well center and is the correct distance. بدأ يجيب الإكويبمنت التانية. أول حاجة بدأ ينقلها هي تنكات الطفلة، التنكات دي اللي بيكون فيها الطفلة أو سوائل الحفر. بدأ إن هو يرصها جنب بعضها، بيبقى بنسميها المات سيستم، ويبدأ إن هو يربط التنكات دي ببعضها ويوصلها. التنكات دي طبعا بتختلف من برليمة لبرليمة عددها. طبعا عدد التنكات دي بيعتمد اعتماد كلي على اعتماد عدد التنكات دي، بتعتمد على حجم البريمة، البريمة قد ايه، فبالتالي المات سيستم بتاعها هيكون قد ايه. تمام. طبعا التنكات دي بيتم فيها خلط الطفلة وتجهيزها. بعد كده بدأ يجيب الماست اهو، الماست ده اللي هو او الدلك، بدأ ان هو يجيبه، هيبدأ ان هو يوصله بالسبيز او السبستراكشر بتاع البريمة، وبشكل هيدروليكي هيبدا ان هو يرفع السبيز ده هيرفع الماست او الدرك زي ما احنا شايفين اهو، عمود الحفر او عمود البليمه، وبدا يرفعه بهيدروليك سيستم اهو. بعد كده السبيز هيبدا ان هو يرفع السبيز كمان او سبستراكشر. بعدين هيبدا ان هو يجيب البي او بي او مانع الانفجار، نظام التحكم في البير، يبدا ان هو يقربه من السبيز لكنه مش هيشتغل. هيبدا يجيب الاكسسوارز الباقيه بقى زي المد جاس سبريتور، ده برضو كلها اكويبمنت خاصه بالبي او بي او نظام الكنترول على البير. بعد كده هيجيب حاجه اسمها الدوج هاوس، الدوج هاوس ده بيكون موجود فوق على السب سيرفيس السبيز، هيبدا ان هو يرفعه اهو. وده الهيدروليك سيستم اللي بيتحكم فيه البي او بي اهو، هنا موجود في المكان ده. بعد كده هيبدا ان هو ينقل الجنريتور او مولدات الكهرباء الخاصه بالبريمه. الاول قبل الجنريتور جاب بمبات الطفله اللي اسمها المات بامب، بدا ان هو يجيبها ويعمل لها ريك اب ويوصلها ببعضها ويوصلها بالتنكات اللي هي هتسحب منها الطفله وتضخها جوه البير. بعدين جاب الاس سي ار او نظام التحكم في الكهرباء، وبعدين هيجيب من 3 لـ 5 الكتريكال جنريتور ديزل جنريتور المسؤولين عن توليد الكهرباء للبرليمة، وهيحط كده هو الاكويبمنت بتاع البرليمة، وهيجيب كامب طبعا، يحط كامب للناس اللي هي بتشتغل في البرليمة وعايشة فيها هنا كده في المكان ده. وهو خلاص كده البرليمة جاهزة، كل سيستم البرليمة كبمبات كمات سيستم او تنكات للطفلة كسبيز ويدرك الجنريتورز الهيدروليك سيستم او المانيفولد الاس سي ار كده خلاص. طيب خلاص بعد ما عمل ليج اب خلاص اهو بدأ الماستر يرفعه.
خلاص كده البليمة بقت جاهزة في اللوكيشن اللي هتبدأ تحفر فيها، فخلاص المفروض ان هو جاهز ان هو يعمل لي سبوت. سبوت يعني اول مرحلة في الحفر. كده خلاص الدقاق بدأ يلمس الارض وكده جاهز لعملية الحفر. طيب هيحفر اول سكشن في البير وكده خلاص هنوصل ان شاء الله لحاجة مهمة جدا لازم اكون عارفها قبل مخلص برنامج الحفر، وهي الفورميشن بريشر او الضغط بتاع الغاز والزيت المحبوس تحت ده ضغطه قد ايه، على اساس ان انا اكون عارف نوع الطفلة اللي هستخدمها. وان شاء الله الموضوع ده هيكون بتفصيل اكبر كتير جدا في كورس الحفر، فان شاء الله هنبقى مستنيين كورس الحفر الجاي باذن الله. شكرا.